طبعا برضو اكيد من الامور المهمه ان احنا عايزين نطمن عليها حاله المصابين من لعبتنا امبارح. بالمناسبه برضو الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق كشف عن تفاصيل اصابه الثنائي حسين الشحات وياسر ابراهيم. قال ان حسين الشحات بيعاني من اجهاد في العضله الضامه، بينما يعاني ياسر ابراهيم من اجهاد خفيف في العضله الاماميه. اكد كمان ان الثنائي هينتظم ان شاء الله في التدريبات الجماعيه للفريق بعد 48 ساعه، لان كل واحد فيهم بيؤدي يعني برنامج تاهيلي في الجيم على هامش المران الجماعي. كمان اكتفى الثنائي محمود كهربا وطاهر محمد طاهر باداء جلسه تدريبات استشفائيه في الجيم قبل انطلاق المران، طبعا بسبب الشكوى من اجهاد عضلي خفيف. اكد كمان دكتور ابو عبله ان كهربا وطاهر هما الاثنين بيعانوا من اجهاد عضلي خفيف جدا، وان شاء الله هيشاركوا في التدريبات الجماعيه للفريق النهارده باذن الرحمن بشكل طبيعي جدا وبشكل منتظر.